سانشاين يا شو عامل؟ عامل لك عشاء اليوم؟ حبالي كفتة، هيدا أطيب شي بالعالم اللي هو الملبن تاعكم. بتاخدوا شقفة، تحطوا صنوبر، تحطوا جوز، تحطوا بندق مثل هيك، وتلفوها كلها مع بعض زي هيدي اللقمة. صح، جبت لك معي لحمة لشوي كفتة من الضيعة. هيدي الكفتة وهيدي اللحمة. في طريقتين للشويو، انت وقت تروحي عند اللحم شو بتقولي له؟ بتقولي له اعطيني كيلو ونص، نص كيلو بيقطع لك اياهم شقف هيك كانه بدك تشويهم على السيخ، وكيلو بتتركوهم شقف، النص كيلو بنعمل لهم نقعه معينه لهم كثير طيبه، وهدول بنعمل لهم نقعتين، يعني فيك تختاري بين الاثنين سوا. زبده الفستق هيدي 100% زبده فستق. بدنا بصله. هم رشا فوق منه. بهارات مشاوي. زيت زيتون. خلطوهم بشكل مزبوط مع بعض كلهم سوا. تعي شم. واو ريحة زبدة الفستق بتشهي. لازم تتركوهم ماكسيموم ساعة ونص ساعتين. للمزيج يعشق بعض والنكهة تاخد كلها مع بعض وبعدين بنشويه. اما هيدول الشرحات. انا اليوم بفضل هيدي اكلها بلا نقع. ملح وبس. بس كمان طيبين مع نقع. شوية بهار. حطوا لها هي الصوص الرز. وملح. ساعة ونص بنشويه مع بعض. وصار شوي بتخبرنا عن النكهة شو رأيك فيها. بعد ما ريحناهم ساعة ونص هلا خلينا نشكو. زبدة الفستق بزحل. هول الخمسة بالفستق، هدول الخمسة بالصوص الروزي، رح نجربهم مع بعض. بعد سنة جواز، شو رأيك بحياة الجوازية؟ أكثر من رائع. يعني بتنصحي العالم تتجوز؟ طبعاً، وأنت؟ الجواز هو أجمل شيء ممكن الإنسان يعمله بحياته، خاصة إذا مع الشخص اللي بحبه. بدك للصراحة بشوية منها طيبة بلا الفطر. البامية أنا ما كنت أعرف إنها بتنشوى حقيقة إلا منك. هلا أطيب شي ممكن تاكليها بحياتك. لازم تجيب حبة البامية الكبيرة. شركة لبنانية بتصنع سكاكين، أعطوني هي السكين شوفوا من القص عليها. كجودي بالقص مخيفة جدا بس مكسرة دغري. ليك يعني نوعية الحديد اللي أنت عامل فيها سيئة، أما السن تبعولها بجنة. جوعانة؟ جعتة؟ كيف؟ بامية؟ شو في اليوم؟ واو ذهبية. هيدي بالفستق هي شو؟ في نوعية اللحمة. واو بعدوه شو طرية الفستق رائعة. جربوها. شو في اللحمة ليك بينك؟ هي طرية هيك ولا الفستق بخليها طرية؟ هي طرية والفستق بخليها كتير طيبة. واو حفيك تعملي لها صوص شوي سويت وشوي حار. شقفة مثل هيدي متينة شوفيها مثل هيدا بتعملي الميكسين مشان الصوص اللي جوا تاخد نكهة اللحمة كلها كأنك عم تحطي لها ماجي على بقر. هيدي اللي أمي نمي. الصوص طيبة، نكهة اللحمة بدون صوص أطيب. بلا صوص أطيب. شو هيدا؟ اللحمة الشرحات اللي جبناهم. اللحمة المشوية، بصل المشوي والبندورة مشوي حدا أساسا. البامية هي أطيب شي شوي وقتها تشويها رح تسترز فيها بشكل مش طبيعي. دكانجي ما كان عنده إلا صغير، إذا بتلاقون الحبات الكبيرة بالشوي بيطلعوا أطيب وأطيب. خبرينا شي مرة قبل أكلتي بامية مشوية؟
انت دوقتني قبل برضو بقعدة مشاوي زي هيك مثل اللي بامية وكانت كتير طيبة. واو اطيب خضرة مشوية ممكن تاكلوها هي البامية المشوية. بتعرف انه انا اكتر وقت بنبسط فيه لما تعمل لي مشاوي؟ شوفي المشاوي الا لذتها، قعدة المشاوي هي قعدة بحد ذاتها هي مشروب بغض النظر اذا شويتي عصفور ولا شويتي لحمي ولا دجاج، قعدة المشاوي هي قصة بتريح النفسية. بحب المشاوي اللي بحب يشوي، واللي بيشوي سره مع انه بياكل كل الاكلات الطيبة وبيعطينا المشاوي. انا جبت شقفة صغيرة تعالى بقلك اياها. سو جوسي. دول. الصوص اللي بقلبها خير بتبان. استوى؟ يس. يلا نشيله. شوف عن جوا هاللحمة، شو بقى قلت لي أنوار؟ هذا اللحام عندنا بالضيعة. جوسي. يا ربي. 100 على 10. دي الشقفة بتاكليها بتركيا عند نصرت، شقفة واحدة بتدفع حقها $35. كل هالاربع شقفات مع اللحمات اللي اكلناهم والكفتيه ب $30. بتعرفي ليش؟ لانه اللحام بدك تكوني عندك لويالتي له، لانه خلص هذا لحامك ما بتجيبي من عند غيره. هذا اللحام بيحافظ عليكم لانك انت زبونته على طول، اما اللحام اللي بيجي لعند زبون مريق طريق، بالنهايه هذه بقره. في شيء بقلبها طيب وفي شيء بقلبها طيب شوي، في شيء مش طيب، هو مضطر يبيعها كله، اما اذا زبونه بيعطيها لحمه. واو. عجبك العشاء؟ كثير طيب. بعمل لك اخر لقمة؟ اخر لقمة يلا. واو ثانك يو. بهذا الفيديو اكتشفت انك ما تغير اللحام، إذا بتشري من عند واحد خليك عنده على طول. شو اسم اللحام اللي عندك بالمنطقة؟ اكتب لي بالكومنت.